بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إما ربنا نحل مع بعض المحافظة رقم 17 محافظة زوهاج صفحة 230 كتاب لامتحان أول سؤال مع بعض أكمل العبارات الأتية رقم 1 يوصل الأميطر في الدائرة الكهربية على طبعا التوالي التوالي تنتج الأعمدة الكهربية طيارًا طيارًا إيه؟ مستمرًا يعني بيكون ثابت الشدة والاتجاه ثلاثة نقط هي الصفات القابلة للانتقال من جيل لآخر طبعا دي بسمها الصفات الوراثية الصفات الوراثية يتركب كيميائية من حمض نووي يسمى الدين ايه مندمجا مع بروتين يعني هما الاتنين مع بعض دين ايه وبروتين طبعا ده بسميه كروموسوم الكروموسوم اختر من العمود بي ما يناسب العمود ايه أول حاجة عندنا اللي هو التعادل، نشوف كده اللي يمشي معانا، عند هنا اللي يمشي معانا هو تفاعل حمض وقلوي لتكوين ملح ومية، يبقى رقم كام؟ رقم تلاتة، رقم اتنين سرعة التفاعل الكيميائي، هو التغير في تركيز المواد المتفاعلة والمواد الناتجة في وحدة الزمن، رقم كام؟ رقم خمسة، رقم تلاتة اللي هو الإستروجين، اللي يمشي معانا هو الهرمون المسؤول عن ظهور الصفات الجنسية السنوية الأنثوية، اللي هي رقم كام؟ رقم أربعة. رقم أربعة الجويتر البسيط هو تضخم الغدة الدرقية والعنق بسبب نقص إفراز هرمون السيروكسين اللي هو رقم كام؟ رقم واحد. احسب فرق الجهد يبقى احنا عاوزين نحسب جيم بين طرفي مكنسة كهربائية مقاومتها 22 أوم ديت اللي هي ميم وشدة التيار المر فيها 10 أمبير ده اللي هو عبارة عن تي يعني هو مديني ميم ومديني تي وعاوز ايه وعاوز جيم احنا دلوقتي عاوزين نحسب مين؟ عاوزين نحسب ج يبقى ج بتساوي م في ت يبقى ج بتساوي م في ت يبقى اول حاجه بنكتب القانون بتاعنا اقوله بما ان بما ان ج بتساوي م في ت تعالى نعوض عندنا م اللي هي المقاومه بكام؟ ب 22 22 اوم في ت اللي هي شده التيار بكام؟ بعشرة. 10 10 امبير هيطلع لي 220 انا بجيب هنا ايه؟ اللي هو فرق الجهد الوحده بتاعته ايه؟ الفولت اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية: رقم واحد، التفاعلات الكيميائية التي يتفكك فيها المركب بالحرارة إلى مكوناته البسيطة، بسميها تفاعلات الانحلال الحراري. عملية كيميائية تكتسب فيها ذرة العنصر إلكترون أو أكثر، بسميها عملية الاختزال. عملية الاختزال. إنما لو قال لي تفقد فيها ذره العنصر الالكترون او اكثر كنت قلت له عمليه الاكسده خلي بالنا عمليه كميه الشحنات المتدفقه خلال مقطع من الموصل في زمن قدره ثانيه واحده بسميها شده التيار الكهربي شده التيار الكهربي وحدة قياس الإشعاع الممتص طبعا ديت ملغية بنحلها علشان طلبة الأزهر بسميها اللي هي السفريت ده علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الآتية رقم واحد متسلسلة النشاط الكيميائي هو ترتيب العناصر الفلزية ترتيبا تصاعديا هو تصاعديا ولا تنازليا؟ ده المفروض تنازليا حسب درجة نشاطها الكيميائي الكلام ده غلط لو احنا طلب مني تصحيح هشيل تصاعديا وقت ما كانها ايه؟ تنازليا الجينات أجزاء من الدي موجودة في سيتوبلازم الخلية هل هي موجودة في السيتوبلازم ولا موجودة جوه النواة ده مفروض داخل مين داخل اللي هي النواة فإذا دي كده غلط هنشيل السيتوبلازم اللي هو طالب مني تصحيح وأكتب مكانها مين أكتب مكانها اللي هي النواة من الصفات المتنحية وجود غمازات بي اللي هو الوجه هل الكلام ده صح ولا غلط طبعا الكلام ده غلط علشان وجود الغمازات دي تنوع من الصفات مين اللي هي السائدة هشيل المتنحية واكتب مكانها السائدة التفاعل الكيميائي هو كسر الروابط الموجودة في جزيئات المواد المتفاعلة وتكوين روابط جديدة في جزيئات المواد الناتجة من التفاعل طبعا الكلام ده صح لديك أربعة أعمدة كهربية متماثلة لأربعة شكل بعض القوة الدافعة الكهربية لكل منها واحد فولت وضح بالرسم فقط كيفية توصيلها معا للحصول على بطارية القوة الدافعة الكهربية لكل منها كام أربعة فولت هوصلهم إزاي؟ عندي هنا كام عمود؟ أربعة خلي بالنا هنوصل اتنين توازي واتنين توالي فأنا عندي هنا العمود الواحد بواحد ونص ده العمود الأولاني وده التاني كده هوصلهم على مين؟ على التوازي نقطة هنا ونقطة هنا أخد السالب مع بعضه كده بالشكل ده وآخد الموجب مع بعض بعد كده هوصل عمودين على التوالي ده الأولاني وده التاني يبقى عندي هنا القوة هنا عشان أحسبها طبعا ده القطب السالب ده قطب مين؟ الموجب للبطارية عندي هنا ده بواحد ونص ده بواحد ونص ده بواحد ونص ده بواحد ونص طبعا الاثنين دول على توازي بالنسبة لي كده لما اشوفهم اكنهم واحد ونص فولت زائد ده بكام واحد ونص فولت ده بكام واحد ونص فولت هيطلع لي كام اربعة ونص فولت ده المطلوب الاول المطلوب الثاني عاوز بطارية قوتها كام ستة فولت ستة فولت هنا اوصلهم كلهم على التوالي يبقى ده الاولاني ده الثاني الثالث وده الرابع هوصل موجب الاول بسالب الثاني وعندي موجب الثاني بسالب الثالث وموجب الثالث بسالب الرابع هيتفضل لي سالب الاول ده قطب السالب للبطاريه وعندي موجب الرابع ده موجب القطب الموجب لايه للبطاريه يبقى عندي هنا في الحاله الثانيه اللي هي رقم 2 ديت هنا عشان احسب اللي هي القوه الدافعه الكهربيه للبطاريه وطبعا التوصيل اللي قدامي ده التوصيل اللي قدامي ده على مين على اللي هو التوالي في الحاله ديت هنا اللي هي التوصيل على التوالي هقول له بيساوي ق في ن ق عندنا بيساوي اللي هي واحد ونص فولت القوه الدافعه الكهربيه للعمود الواحد في ن ديت اللي هي عدد الاعمده طب هم عندك كام عمود؟ واحد اتنين تلاته اربعه يبقى اضرب في كام في اربعه؟ واحد ونص في اربعه هيطلع لي كام؟ سته فولت وهو ده اللي طالبه عندي في المطلوب الثاني اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين رقم واحد وحدة قياس الشحنات الكهربية هي الأمبير الكولوم الفولت طبعا عندنا بيكلمنا على مين على الشحنات الكهربية يبقى الوحدة بتاعتنا اللي هي إيه اللي هي الكولوم أما الأمبير وحدة قياس شدة التيار الفولت وحدة قياس مين اللي هو فرق الجهد اكتشفت ظاهرة النشاط الإشعاعي بواسطة العالم أوم بيركويل أمبير طبعا مين بيركويل طبعا السؤال ده ملغي يوجد أسفل المخ غدة صغيرة في حجم الحمصة تسمى الغدة إيه النخامية ولا الدرقية ولا القذرية طبعا مسمى الغدة إيه النخامية هرمون نوت يحفز تخزين سكر الجلوكوز في الكبد يعني معنى كده هيقلل نسبة السكر ويحوله إلى جليكوجين يتخزن فين داخل الكبد طب مين اللي هيعمل الكلام ده الكالسيتونين ولا الجلايكوجون ولا الانسولين طبعا هنختار مين الانسولين اما الجلاكوجون ده بيزود مين اللي هو نسبه السكر في الدم خلي بالنا الكالسوتينين طبعا ده متعلق بايه بيه اللي هو تظبيط اللي هو نسبه الكالسيوم في الدم من التفاعل الذي امامك حدد كل من مدينة طبعا الهيدروجين ومررته على اكسيد النحاس الاسود الساخن هيكون نحاس ويكون مين اللي هو الميه فعندنا طبعا الهيدروجين هنا زي ما احنا شايفين هنا مفيش هنا اكسجين طلع اليوم الثاني عنده اكسجين يبقى العمليه ديت زادت فيها نسبه مين الاكسجين فبسمى العمليه ديت عمليه ايه اكسده واللي بيحصل له عمليه اكسده بسمي الهيدروجين كده عامل عامل مختزل هنيجي لاكسيد النحاس انا عندي هنا في اكسجين طلع لي الثانيه من غير اكسجين فدي بسميها عمليه اختزال واللي بيحصل له عمليه اختزال بسميه عامل مؤكسد طلب مني ايه فبقول لي هنا من التفاعل الذي امامك حدد كل من العامل المؤكسد العامل المؤكسد قدامنا مين اللي هو اكسيد النحاس اكسيد ايه أكسيد النحاس اللي هو سي يو أو. طب لو هو هنا قال لي ليه؟ إيه السبب؟ ليه بسميه عامل اللي هو مؤكسد؟ هقول له لأنه اللي هو أكسيد النحاس ده إيه اللي حصل له؟ بدأ هنا يمنح يدي يعني هيدي اللي هو الأكسجين هيدي الأكسجين لمين؟ للهيدروجين، إدى الأكسجين لإيه؟ للهيدروجين وهو اللي هو أكسيد النحاس تحول لإيه؟ إلى نحاس. الحاجه الثانيه عاوز مين عامل العامل المختزل العامل المختزل قدامنا مين اللي هو H2 اللي هو الهيدروجين H2 طب ده, ده ليه عامل مختزل اقول هنا لانه انتزع خد مين خد اللي هو الاكسجين خده منين خده من اكسيد النحاس يبقى خد الاكسجين من اكسيد ايه النحاس وتحول هو إيه؟ الى اللي هو بخار ميه اكمل المخطط المقابل الذي يوضح التلقيح بين نبات بازلاء ابيض الازهار ابيض الأزهار قدامنا واخر احمر الازهار هاجين اللي قدامنا اهو إيه فبقول هنا كمل عندي هنا طبعا مدين هنا خانتين فاضيين فانا عندي ده مع ده تمام انا عندي طبعا هو هنا عامل لي ايه الاولاني ده مع ده كابيتال سمول بعد كده ده مع ده يبقى اعمل ده ار كابيتال ار سمول بعد كده اللي هو الخانه التانية ده عشان اجيبها اول مع اول يبقى يديني ار سمول ار سمول واول مع تاني اللي هو الاثنين ار سمول يبقى عند اللي نتج عندي هنا ده عباره عن احمر الازهار هجين وده عباره عن ايه؟ ابيض الازهار وطبعا دي صفه متنحيه. وضح بمعادله رمزيه موزونه تفاعل الخرسين مع حمض الهيدروكلوريك كلوريك مخفف مع ذكر نوع التفاعل، يبقى هنا عاوز حاجتين المعادله ونوع التفاعل. خرسين مع مين؟ مع حمض الهيدروكلوريك. كلوريك، الخرسين زد ان زائد حمض الهيدروكلوريك اللي هو اتش سي اتش سي مخفف هيكون اللي هو زد ان CL2 زائد هيتصاعد غاز مين؟ الهيدروجين. تعالى ننزل المعادلة كده. أنا عندي هنا واحدة خرسين هنا واحدة خرسين واحد اتش. هنا في 2 اتش. الطرف ده فيه زيادة، الطرف ده فيه نقص. أحط نوع 2 في 2 اتش، 2 اتش، 2 CL، 2 CL. بكده المعادلة موزونة معايا. اللي كون عندي ده اسمه كلوريد الخرسين وده تصاعد مين؟ غاز الهيدروجين الذي يشتعل بفرقعة قبلها بأزرق. عاوز الحاجة الثانية اللي هو نوع التفاعل ده. طبعًا ده بسميه تفاعل احلال بسيط اللي هو عبارة عن احلال فلز محل احلال فلز محل هيدروجين الحمض احلال فلز محل هيدروجين الحمض صوب ما تحته خط رقم واحد المركبات الايونيه تكون تفاعلاتها ابطا من المركبات التساهميه طبعا الكلام ده غلط هنشيل ابطا ديت ونخليها اسرع لان هنا التفاعلات بتتم بين الايونات وبعضها خلي بالنا عكس مين المركبات التساهميه بتتم بين الجزيئات وبعضها تفاعلات الاحلال البسيط بين محاليل الاملاح تكون مصحوبه بتكوين راسب طبعا هنشيل اللي هو البسيط ديت وخليها الاحلال المزدوج المزدوج بسم الاحلال المزدوج في المولد الكهربي تتحول الطاقة هنشيل الكيميائيه بيقول لي طاقه كهربيه وبيكلمنا على المولد يبقى له الطاقه ايه اللي هي الحركيه التغيرات الوراثية هي التغيرات التي تطرأ على الكائن الحي ذاته نتيجة التعرض للإشعاعات، طبعًا السؤال ده ملغي. هنا هنشيل اللي هي الوراثية ونكتب مكانها اللي هي البدنية. البدنية. ضع الكلمات الآتية في مكانها المناسب في العبارات الآتية. مديني هنا مجموعة من الكلمات، فأول حاجة كده بقول لي نقط هو فرق الجهد بين قطبي المصدر عندما تكون الدائرة الكهربية مفتوحة. طالما مفتوحة يبقى على طول اقول له مين القوة الدافعة الكهربية القوة الدافعة الكهربية رقم اتنين هي الممانعة التي يلقاها التيار الكهربي اثناء مروره في الموصل طبعا دي عبارة عن مين عبارة عن المقاومة الكهربية يبقى رقم اتنين المقاومة الكهربية رقم ثلاثة هي الصفة التي تظهر في جميع أفراد الجيل الأول يعني بتظهر بنسبة 100% طبعا دي بسمى الصفة أيه؟ السائدة الصفة السائدة الصفة السائدة يسمى القانون الأول لمندل بقانون بسميه انعزال العوامل انعزال العوامل بما تفسر تزداد سرعة التفاعل الكيميائي بزيادة تركيز المواد المتفاعلة هقول له الإجابة يبقى السؤال سؤال رقم جيم هقول له لأنه عند زياده تركيز المتفاعلات المتفاعلات يزداد عدد الجزيئات المتفاعله وبالتالي يزداد عدد التصادمات المحتملة بينها وبالتالي يؤدي المين إلى سرعة التفاعل الكيميائي يا رب في فهمنا ما تنسوناش من صلاح دعوكم كان معكم مستر طارق وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقة قادمة وبتوفيق للجميع رب العالمين وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته